بالتعازي لزوجة القائد والمناضل الكردي مام جلال الطالباني وإلى الشعب الكردستاني برحيل واحد من أهم الشخصيات الكردية الذين ناضلوا منذ بداية شبابه وحتى آخر يوم في حياته في سبيل حرية الشعب الكردستاني. باسم اتحاد المرأة الحرة للشهباء في مقاطعة الشهباء وببالغ الحزن والأسى نقدم أحر التعازي لعائلة الفقيد برحيل المناضل الكردي الرئيس مام جلال طلباني. باسم كل زملائي في مقاطعة الشهباء والعاملين في مؤسساته أرحب بكل الضيوف تحالف الوطن الديمقراطي السوري ديوان العدالة وكل الأخوة في مقاطعة الشهباء. اليوم نقدم واجب العزاء لفقيد الأمة الكردية وفقيد الإنسانية القائد السياسي والثوري والمناضل الكبير مام جلال الذي فقد حياته نتيجة مرض في إحدى مستشفيات ألمانيا في 13 من هذا الشهر. إلى الشعب الكردستاني العظيم والعراقي الشقيق، الإخوة الأعزاء في المكتب السياسي وقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، باسم التحالف الوطني الديمقراطي السوري نتقدم إليكم بأحر العزاء لكم ولعموم الشعب الكردستاني وشعب العراق. شهباء، نعزي عائلة الفقيد وجميع شعوب المنطقة لفقدان الزعيم جلال طلباني، حيث كرس الرئيس جلال 60 عاما من حياته لمحاربة المحتلين وأعداء الديمقراطية.